اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله هناخد ليسون 3 في يونت 3 اللي بعنوان التايم. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر من الدروس السهله بس التحويلات فيه اكتر شويه من الدرسين اللي فاتوا، فعايزين نركز قوي في التحويلات في الدرس ده. طيب تعالوا مع بعضينا نعرف التايم ونشوف التايم ده عباره عن ايه. يعني ايه التايم او الزمن او الوقت؟ بنقول ان احنا بنستعمل التايم علشان نقيس الفتره ما بين حدثين. ايفنت يعني حدث، يعني ايه ايفنت؟ رحت المدرسه، جيت من المدرسه، دخلت انام، رحت اشرب، كل دول اسمهم ايفنتس. او بنستعمل التايم علشان نقيس الفتره بتاعه حدوث حاجه معينه، يعني مثلا ماتش كوره، احنا عارفين ان ماتش كوره مثلا في ساعه ونص، الوقت اللي بيتلعب فيه ماتش الكوره ده او البيريود بتاعته، لو انا عايز اقيس الفتره دي بنقيسها في حاجه اسمها التايم، بنقول ان التايم بتاعه 1 اور اند هاف. يعني مثلا بالنسبه للمثال ده، لو احنا بنروح المدرسة بتاعتنا الساعة 8 وبنرجع الساعة 3، لما بنروح المدرسة ده بنسميه ايفنت، واحنا بنرجع من المدرسة بنسميه ايفنت. يبقى الوقت اللي احنا بنقضيه في المدرسة قد ايه؟ يبقى الفرق ما بين التايم ده والتايم ده اللي هما كام هنا؟ 7 اورز. وزي ما تعودنا في التو ليسونز اللي فاتوا، كل كوانتيتي عندي بقيسها ليها يونتس اوف ميجر، يبقى انا التايم برضو ليه يونتس اوف ميجر. طيب ايه اليونتس اللي بنقيس بيها التايم؟ اليونتس اللي بنقيس بيها الوقت الداي والاورز والمينتس والسكندز. ممكن عندي المانثز وممكن عندي اليرز، لكن احنا بنتكلم في الحاجات المشهوره. احنا بنقيس الوقت بالايه؟ بالداي. ده لو حاجه مثلا بنقيسها بالدايز، ولو عندي وقت اقل شويه نقيسه بالاورز، ولو عندي وقت اقل من الاورز بنقيسه بالمينتس، ولو عندي وقت قليل جدا جدا بنقيسه بالايه؟ بالسكندز. اهم حاجه في الدرس بتاعنا ده العلاقات ما بين اليونتس وبعضها. يعني ال1 day equal 24 hours، طبعا دي كلنا احنا عارفينها، وال1 hour فيها 60 minutes، وال1 minute فيها 60 seconds. دول مهمين جدا نحفظهم. لو انا عندي حاجه بالدايز وعايز احولها للاورز بنعمل تايمز 24، ولو عندي حاجه بالاورز وعايز احولها للمينتس هنعمل تايمز 60، ولو عندي حاجه بالمينتس وعايز احولها للسكندز هنعمل تايمز 60 برضه. طيب ناخد بالنا، لو جات لي بالاورز وعايز احولها للدي هنعمل ديفايدد 24، ولو جات لي بالمينتس وعايز احولها للاورز نعمل ديفايدد 60، ولو جات لي بالسكند وعايز احولها بالمينتس يبقى نعمل ديفايدد 60 برضه. يعني من اليونت الكبيره لليونت الصغيره بنعمل تايمز، ومن الصغيره للكبيره بنعمل ديفايد. تعالوا مع بعضنا نتكلم عن التحويلات ما بين اليونتس وبعضها. هل في حاجة أكبر من الداي؟ في الويك. الويك في 7 دايز، وزي ما أنتم شايفين الداي في 24 hours، والأور فيها 60 minutes، والمينت فيها 60 seconds. بنعمل إيه علشان نمشي من اليونت الكبيرة لليونت الصغيرة؟ بنعمل multiplication. وعشان نيجي من اليونت الصغيرة لليونت الكبيرة بنعمل division. الرسمة دي مهمة جدا جدا، ولازم تحفظوا العلاقات ما بين اليونتس وبعضها. يلا ناخد اكزامبلز عشان نشوف هنحل ازاي على الاجزاء دي. هنا بيقول لي الفور ويكس فيها هاو ميني دايز؟ عايزين نحول ما بين الويك والداي، هما كام؟ هما فور، ادي الفور اهم. الويك في كام دايز؟ في 7 دايز، يبقى 4 تايمز 7 يديني كام؟ 28. اللي بعد كده 5 دايز فيها كام اورز؟ أول حاجة أسأل نفسي الداي في كام أور؟ في 24، يبقى هنعمل الـ 5 دايز دول تايمز 24. يلا 5 تايمز 4 20 0 وهنكاري أب 2. 5 تايمز 2 يديني 10 ومعانا 2 يبقى 12. تمام؟ يلا بيقول لي هنا 7 minutes equals how many seconds؟ نعمل إيه؟ نروح نشوف العلاقة ما بين المينتس والسكندز. المينت فيها كام سكندز؟ فيها 60، وانا عندي 7 يبقى 7 تايمز ال 60. طالما عندي في زيروز في المالتيبليكيشن ننزل الزيرو الاول على الموست رايت. مين اللي يتبقى؟ هنا يتبقى 6 وهنا 7. 7 تايمز 6 42. اللي بعد كده 216 اورز فيهم كام دايز؟ ناخد بالنا ده هنا هنروح من الاورز للدايز، يبقى هنا هعمل divided 24 من الاور للدايز بن divide over
الايه العلاقه ما بينهم. يبقى هنقول هنا 216 divided 24 يدينا كام؟ نعمل لونج ديفيجن، نعمل هنا تيبل 24، نقول مثلا 24 دي بعيده شويه، ناخد 24 مثلا تايمز 7 equals 4 تايمز 7 28 8، وهنكاري اب 2 2 تايمز 7 14 و 2 16. نعلى شويه 24 تايمز 8 4 تايمز 8 32 2 وهنكاري اب 3 8 تايمز 2 16 و 3 19. نعلى كمان 24 تايمز 9 4 تايمز 9 36 6 وهنكاري اب 3 2 تايمز 9 18 و3 يبقى 21. يبقى 24 تايمز 9 216. يبقى لما اجي اعمل ديفيجن 216 ديفايدد 24 يديني ايه 9 دايز. تمام. طيب هنيجي نشوف جدولين دلوقتي فيهم علاقات مهمه قوي 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 نحفظها ونعرف تيجي ازاي عشان هتجي لنا كتير في الكوبليت واللي تشوز. هنا هاف الداي ايكوال هاو ميني اورز ايكوال 12. انا يهمني نعرف جت ازاي، مش المهم نحفظها. احنا عارفين ان نص اليوم فعلا فيه 12 اورز، بس جت ازاي؟ العلاقه ما بين الداي والاورز قد ايه؟ 24. واحنا هنا بنقول ايه؟ بنقول هاف. يبقى هنعمل كده هاف تايمز ال 24. اي فراكشن يجي لي، اي فراكشن يجي لي من يونت معينه وعايز احوله ليونت ثانيه بنعمل تايمز في العلاقه ما بينهم. ده هيدينا ايه؟ نعمل سمبليفيكيشن 2 ديفايدد 2 يديني 1، 24 ديفايدد 2 يديني 12. يبقى يديني ايه؟ 12. عشان ممكن يجيب لي اي فراكشن، مش شرط يجيب لي الحاجات دي. يلا نشوف ال1 اوفر 3. ال1 اوفر 3 من الداي فيها كام اورز؟ نعمل تايمز 24 عشان ما نحفظ. 3 ديفايدد 3 يديني 1، 24 ديفايدد 3 يديني كام؟ يديني 8. يبقى 1 تايمز 8 يديني 8، يبقى 8 اورز. تمام؟ عرفتوا كانت ازاي؟ يلا نشوف هنا كوارتر اوف ا داي ايكوال كام اورز؟ نعمل كده 1 اوفر 4 تايمز 24. 4 ديفايدد 4 يديني 1، 24 ديفايدد 4 يديني 6. يديني كام؟ يديني 6 اورز اهي. طب يلا هنا 3 اوفر 4 من الداي ايكوال كام اورز؟ نعمل تايمز 24. 4 ديفايدد 4 يديني 1، 24 ديفايدد 4 يديني 6. ال 6 طبعا دي فوق في النيومريتور. بعد كده نقول 3 تايمز 6 يديني كام؟ يديني 80 اهي. عشان ما نحفظ انا عايزكم تعرفوا بتيجي ازاي. طب لو عايزين نحول ما بين الاورز والمينتس هنعمل تايمز كام؟ ما بين الاورز والمينتس تايمز 60. يبقى الهاف اور ايكوالز كام مينتس؟ ايكوال 30. جت ازاي؟ نعمل كده 1 اوفر 2 تايمز 60 ايكوالز كام؟ ديفايد 2 يديني 1، 60 ديفايد 2 يديني 30، 1 تايمز 30 يديني 30، يبقى 30 minutes. نيجي نشوف هنا ال 1 over 3 من ال hour equal كام minutes؟ نعمل كده 1 over 3 times ال 60. ال 60 دي موجوده فوق في النيومريتور اكنها كده بالظبط، اكنها 1 over 3 times ال 60 divided 8 divided 1. احنا ممكن نعمل simplification ده مع ده على طول، اكنها division، يعني اكنها كده ال 1 تايمز ال 60 يديني 60، و 3 تايمز ال 1 يديني 3. يلا نعمل ديفيجن 6 ديفايدد 3 يديني 2، و 0 ديفايدد 3 يديني 0. انا يهمني جدا تعرفوا جت ازاي عشان لما يجي لي اي فراكشن اعرف اعمله. طب يلا ال 1 اوفر 4 من الاور فيها كام مينتس؟ نعمل كده 1 اوفر 4 تايمز ال 60. يلا نعمل ديفيجن على طول 4 ديفايدد 4 يديني 1، 60 ديفايدد 4 يديني ايه؟ نعمل ديفيجن من الليفت 6 ديفايدد 4 يديني 1 ويتبقى 2، ال 2 نحطها جنب الزيرو كده تبقى 20، 20 ديفايدد 4 يديني 5. يبقى انا عندي تحت فيه 1 وفوق فيه عندي 1 و15، 1 تايمز 15 يديني 15. احنا هنحفظ الحاجات دي، بس في حاجات كده غريبه ممكن تجي لنا لازم نعرف نجيبها ازاي. هنا 3 over 4 times الايه ال 60.
احنا عارفين ان لما بنعمل 4 ديفايدد 4 يديني 1، 6 ديفايدد 4 تدينا 15، لسه عاملينها فوق من شويه. نعمل ايه بعد كده؟ نقول 3 تايمز ال 15، بنعمل مالتيبليكيشن فروم ذا رايت من اليونتس، 3 تايمز ال 5 يديني 15، 5 وهنكاري اب 1، 3 تايمز 1 يديني 3 بلس 1 يديني 4. يبقى انا لما يجي لي اي فراكشن اعمل تايمز في العلاقه ما بين اليونت الكبيره واليونت الصغيره. الاور للمينتس العلاقه ما بينهم تايمز 60، الدي والاور العلاقه ما بينهم تايمز 24. وطبعا هنتدرب على الكلام ده كتير في الاكسرسايز. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضنا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. اول حاجة بيقول لي choose a suitable unit of time to measure the given event، يعني هيديني event وبيقول لنا نقيسه بايه. الفوتبول ماتش بنقيسه بالسكندز ولا بالاورز ولا بالدايز؟ هل الفوتبول ماتش بيقعد وقت قليل قوي ولا بيقعد بالايام؟ لا، بيقعد وقت بسيط، ممكن نحسبه بالاورز. يبقى الفوتبول ماتش اليونت اللي هقيسه بيها الايه؟ الاورز. طيب يلا بيلدينج هاوس، لما بنيجي نبني بيت بنبنيه في ثواني ولا في ساعات ولا في ايام؟ طبعا بياخد ايام، ممكن ياخد شهور كمان. يبقى هنا اليونتس بتاعتي الدايز. براشينج يور تيس، لما بتيجي تغسل سنانك بالمعجون الصبح تغسلها في قد ايه؟ ففي سكندز ولا بتقعد ايام تغسل سنانك ولا بتقعد دقائق كتير؟ لا، بنغسلها على طول، يعني بناخد سكندز على طول، يعني ممكن نقول السكندز. ولو واحد شايف ان هو بطيء شويه ممكن يختار مينتس. هنا ترافلنج فروم كايرو تو الكسندريا باي ترين، لما بنيجي نسافر بالقطر من القاهره لاسكندريه، الوقت اللي احنا بناخده بالسكندز ولا بالمينتس ولا بالاورز؟ بالاورز طبعا. يلا اللي بعد كده بيقول لي كومبليت سام يونتس اوف ميجرنج التايم ار ايه وايه وايه اند ايه. نكتب اليونتس بتاعت الميجرنج التايم. عندي الويك، عندي الداي، عندي الاورز، وعندي المينتس. ماشي. طيب الوان داي في كام اورز؟ العلاقه بقى عايزين نشوف العلاقات دلوقتي. الوان داي في 24 اورز. طيب والوان اور في كام داي؟ دي حلوه، ناخد بالنا هنا اليونت الصغيره وهنا اليونت الكبيره. هو احنا لما بنحول من الصغير للكبير بنعمل ايه؟ بنعمل ديفايد، يعني لازم الوان ده اعمل له ديفايد 24. يعني ال1 اور ده عباره عن فراكشن من الدي، جزء من الدي. الجزء ده مقداره قد ايه؟ مقداره 1 اوفر 24. طيب يلا هنا ال1 اور فيها كام مينتس؟ فيها 60. ازاي؟ هنقول ال1 تايمز ال60 يدينا ال60. طيب ال1 مينت بقى فيها كام اور؟ العكس. العكس يبقى هنعمل ديفايد. يبقى ال1 ده لازم اعمل له ديفايدد ايه؟ ديفايدد 60. يعني ال1 مينت عباره عن جزء من 60 بارتس من الايه؟ من الاور. طب يلا هنا ال1 مينت فيها كام سكندز؟ فيها 60. وال1 سكند فيها كام مينت؟ برضه 1 ديفايدد الايه؟ ال60. يلا نشوف دي، ودي مهمه. ال1 داي فيه كام اورز؟ 24. طيب ال24 اورز بقى فيهم كام مينتس؟ العلاقه ما بين الاورز والمينت 60. يبقى هنعمل 24 تايمز ال 60. ازاي نعملها؟ طالما عندي زيروز في المالتيبيليكيشن نحط الزيروز على الموست رايت. يبقى عندي هنا 6 ويبقى عندي 24. يلا نعمل مالتيبيليكيشن فروم ذا رايت. 6 تايمز 4 24، 4 وهنكاري اب 2. 6 تايمز 2 يديني 12 اند وي هاف 2 يبقى يديني 14. يبقى ال1 داي في 1440 minutes. هل ينفع اجيب من الداي للمينتس على طول؟ لا ما ينفعش، ناخد بالنا. لما يجيبها لي بالداي ويقول لي هاتها بالمينتس لازم نعدي على الاورز الاول. لازم احول من الداي لاورز وبعد كده نحول من الاورز للايه؟ للمينتس. ما ينفعش النط. طيب يلا هنا ال1 اور فيها كام مينتس؟ فيها 60. طيب ال60 مينتس دول فيهم كام سكندز؟ هنقول ال 60 كلهم، والعلاقه ما بين المينتس والسكندز 60. يعني كل 1 مينت محتاجه 60 سكندز،
يبقى نعمل لهم هما الاثنين مالتبليكيشن، يبقى نعمل 60 تايمز 60 يدينا ايه؟ لو نيجي نعمل مالتبليكيشن الحاجات فيها زيروز بنحط الزيروز كلها على النص رايت، عندي هنا 2 زيروز نحطهم هنا يبقى عندي هنا 6 ويبقى عندي 6، يبقى 6 تايمز 6 ايكوال 36. يبقى ال 1 اور فيها 3600 سكندز، ينفع نعملها مره واحده؟ لا ما ينفعش، لازم اعدي الاول على المينتس وبعد كده احول من المينتس للايه؟ للسكندز. يلا اللي بعد كده ال 1 داي عايزين نعرف فيه كام سكندز، لازم اعدي الاول على، هو هنا بيقول لي المينتس، ينفع اخدها بالمينتس على طول؟ الاول لازم اعدي على الاورز، لازم اقول كده ال 1 داي تايمز 24 اورز يبقى فيه 24 اورز، ولازم ال 24 دول اعمل لهم تايمز ايه؟ تايمز ال 60 عشان يديني بالمينتس. احنا طلعناها هنا 1440، هو هنا جايب لي دي علشان اكتب 1044 من هنا، لكن دي لو جت لي لوحدها لازم نعدي على الاورز الاول. طيب المينتس دول فيهم كام سكندز؟ نقول كده 1440 تايمز ال 60. نعملها ازاي؟ في عندي 2 زيروز نحطهم على الموست رايت، وبعد كده 6 تايمز 4 24 4 وهنكاري اب 2، 6 تايمز 4 24 and we have 2 يبقى 26، 6 وهنكاري اب 2، 6 تايمز 1 is 6 بلس 2 يديني 8. يبقى ال 1 داي في 86400 سكندز. يلا اللي بعد كده بيقول لي كومبليت، ال 1 اور فيها كام مينتس؟ سهله طبعا فيها 60، قلنا 1 تايمز 60 في 60. طب ال 2 اورز فيهم قد ايه؟ احنا على طول حافظين ان ال 2 اورز 120، بس جت ازاي؟ عملنا لل 2 تايمز ال 60، الزيرو ينزل و 6 تايمز 2 يديني كام؟ يديني 12. طيب 3 hours عباره عن ايه؟ 3 hours يعني 3 تايمز ال 60، الزيرو ينزل و 3 تايمز 6 يديني 80. ها هنا بقى عايزين نروح من المينتس للاورز، 120 مينتس فيهم كام hours؟ هنعمل ديفايد. ازاي نعمل ديفايد كده؟ 120 ديفايدد ال 60، الزيرو هنشيله مع الزيرو، يبقى عندي 12 ديفايدد يديني 2. طبعا في منا كتير حافظين ان ال 120 على طول ب 2 اورز، مفيش مشكله نكتبها على طول، لكن اللي مش حافظ وعايز يعملها بيعملها ازاي؟ بيعملها كده. يلا بقى الحاجات المهمه، كوارتر اوف ان اور ايكوال كام مينتس؟ زي ما اتفقنا هناخد الكوارتر نعمل له تايمز الايه؟ تايمز ال 6 ايكوالز كام؟ نعمل لل 4 ديفايدد 4 يديني 1 وال 6 ديفايدد 4 يديني 15، 1 تايمز ال 15 يديني 15، يبقى ده 15 مينتس. طيب ال 1 مينت فيها كام اور؟ ده من الصغير للكبير، يبقى ديفايد 60 على طول، يبقى هنا 1 ديفايدد 60. هنا 1 اوفر 3 من الاور فيها كام مينتس؟ نعمل كده 1 اوفر 3 تايمز ال 60، نوضحها اكتر، ال 60 دي اكنها بالظبط كده 60 ديفايدد 1، نعمل ملتبليكيشن 1 تايمز 60 يديني 60، 3 تايمز 1 يديني 3. يلا نعمل ديفيجن، 6 ديفايدد 3 يديني 2 و0 ديفايدد 3 يديني 0، يبقى 20 مينتس. يلا هاف الاور طبعا كلنا عارفين اللي هي 30 مينتس، جت ازاي؟ اهي 1 اوفر 2 تايمز ال 60 اللي هي 1 اوفر 2 تايمز ال 60 ديفايدد 1 اللي هي 1 تايمز 60 ب 60، 2 تايمز 1 ب 2. يلا نعمل ديفايد، 6 ديفايدد 2 يديني 3 وال0 ينزل، لان 0 ديفايدد 2 يديني 0. يلا نشوف اللي بعديها ودي جميله وحلوه، ال 1 hour and 40 minutes فيها كام minutes؟ ده هو مديني هنا حاجتين، حبه بالاور وحبه بالمينتس، يبقى لازم نحولهم كلهم لليونتس اللي هو عايز نطلع بيها او احسن يونت اشتغل عليها. ال 1 hour انا عارف ان فيها قد ايه؟ 60 minutes، يبقى هنعمل 60. هو بيقول لي and يعني بلس 40 minutes، يلا 0 بلس 0 يديني 0، 6 بلس 4 يديني 10، يبقى 100 minutes. هنا 2 hours and 30 minutes فيهم كام minutes؟ 2 hours فيهم 120 minutes، نعمل لهم بلس 30، 0 بلس 0 يديني 0، 2 بلس 3 يديني 5، وال 1 ينزل، يبقى 150 minutes. يلا نشوف اللي بعد كده، 2 and 1 third hours فيها كام minutes؟ هنا بقى نبتدي نشوف الحاجات الجميله والحلوه. انا عشان احول دول عندي طريقتين، يا اما اشوف ال 2 اورز فيهم قد ايه
ونشوف ال 1 ثيرد فيهم قد ايه ونحطهم على بعض. يعني ال 2 اورز فيهم كام؟ فيهم 120، وال 1 ثيرد فيهم كام؟ فيهم 20. هما الاثنين يدوني كام؟ يدوني 140. لكن في طريقه ثانيه اللي هي ايه؟ ده ميكسد نمبر نخليه امبروبر فراكشن. نقول ايه؟ 2 تايمز 3 يديني كام؟ يديني 6 بلس 1 يديني 7. يبقى هنا 7 تايمز 3 من الاورز، لما احب احولهم للمينتس نعمل تايمز كام؟ تايمز ال 60 يدينا كام؟ 3 ديفايدد 3 يديني 1، 60 ديفايدد 3 يديني 20. وبعد كده نعمل 7 تايمز 20 اللي هي 140. الطريقه دي هي الطريقه السليمه اللي المفروض تمشوا بيها. لو انتم ما عرفتوش تمشوا كده هتضطروا تحولوا الهول اورز لوحديهم والفراكشن لوحده وبعد كده تحطهم على بعض. طب يلا هنا 270 minutes فيهم كام hours؟ على طول نعمل divided 60. يبقى 270 divided 60. الزيرو هيروح مع الزيرو اللي هي هتدينا 27 divided 6. الاثنين موجودين في table 3. يبقى نعمل لل 6 divided 3 يديني 2 ولل 7 divided 3 يديني 9. يبقى هت equals معانا 9 divided 2. يلا 9 divided 2 نخليها في الصوره الميكسد. مين اقرب حاجه لل 9 في تيبل 2؟ ال 4. يبقى هيدينا 4. ال 4 توصلني لمين؟ لل 8. يبقى فاضل لي قد ايه عشان اوصل لل 9؟ فاضل لي 1. يبقى 4 اند 1 اوفر 2. يبقى هنا 4 hours اند 1 اوفر 2 اند هاف. طيب يلا هنا 135 minutes فيهم كام hours؟ كل الحاجات دي هنعمل divided 60. اهو 135 divided 60. الاثنين في تيبل كام؟ الاثنين في تيبل 5 عشان دي تبدا بال5 ودي تبدا بال0. 60 divided 5 تديني 12. 135 divided 5 نعملها ازاي؟ نقول 13 divided 5 يديني 2 ويبقى عندي 3 نحطها جنب ال5. 35 divided 5 يديني 7. ال27 وال12 الاثنين في تيبل 3 نعمل يلا divided 3 هنا يديني 9 و12 divided 3 يديني كام؟ يديني 4. يلا نشوف ال9 over 4 هتيكوالز كام بالميكسد. اقرب حاجه لل9 في تيبل 4 اللي هي ال8 بتيجي من 2 تايمز ال4 يبقى هيديني 2 ولما نوصل لل8 يبقى فاضل لنا 1 ونوصل لل9 يبقى بقى 1 over الايه؟ over ال4 hours. يبقى هنا 2 and 1 over ال4. يلا هنا 240 divided 60. الزيرو يروح مع الزيرو. يبقى عندي 24 divided 6. دي سهله لان انا عندي 6 تايمز 4 ب 24 يبقى يديني 4 على طول. يبقى 240 minutes بتيكوالز على طول 4 hours. يلا اللي بعد كده. هنا 2 hours and 5 minutes فيهم كام minutes؟ ال 2 hours احنا عارفينهم 120 minutes بلس ال 5 يبقى هيدينا 125 minutes. يلا 330 minutes فيهم كام hours؟ نعمل division اهو 330 divided 60. الزيرو يروح مع الزيرو يبقى عندي هنا فوق 33 ويبقى عندي هنا 6 الاثنين في table 3. 33 divided 3 يديني 11. 6 divided 3 يديني 2. يلا 11 over 2 نحولها من improper fraction لميكسد. اقرب حاجه لل 11 في table 2 ال 10 بتيجي منين؟ 2 times ال 5. طب لما اوصل لل 10 فاضل لي قد ايه واروح لل 11؟ فاضل لي 1 يبقى 1 اوفر 2. دايما في الديفيجن اوفر 2 الريميندر لازم يبقى 1. اوكي؟ يبقى انا عندي هنا 5 اند 1 اوفر 2 اورز. يلا اللي بعد كده 3 اند 1 اوفر 2 اورز فيهم كام مينتس؟ دي نعمل كده 3 تايمز 2 يديني 6 بلس 1 يديني 7 يبقى 7 ديفايدد 2 تايمز 60 هتيكوالز كام؟ ده يديني 1. 6 divided 2 اديني 30. حط الزيرو و7 times 3 21. يبقى دول 210 minutes. اللي بعديها الميكسد نخليه امبروبر. 4 times 4 16. 16 plus 3 19. يبقى 19 divided 4. نعمل times ايه؟ بيقول لي من الاورز عايزين نوصلها للمينتس يبقى times 60. ها 4 divided 4 يديني 1. 6 divided 4 يديني 15. عايزين نعمل يلا 15 تايمز الايه؟ تايمز ال 19 نعملها هنا ادي ال 19 تايمز ال 15. 5 تايمز 9 45. 5 وهنكاري اب 4.
5 times 1 is 5 plus 4 يديني 9. حط هنا 0. هنا 1 times 9 9. 1 times 1 يديني 1. يبقى يديني هنا 5. 9 و 9 يديني 18. 8 and we have 1. 1 plus 1 يديني كام؟ يديني 2. يبقى هيديني 285 minutes. هل ممكن نحلها بطريقة تانية؟ ممكن نقول ان الفور دول فيهم 240. وممكن نقول ان 3 quarters من الاورز فيهم 45 minutes. حطهم على بعض يديني 285. يلا اللي بعد كده. Complete ال 1 minute فيها كم seconds؟ ال 1 minute فيها 60 seconds. 2 minutes 120. خلاص حفظناها بقى. 1 and a half minutes فيها كم seconds؟ في ناس هتقول لي يا مستر ال 1 ب 60 وال half ب 30. هنحطهم على بعض يدوني 90. اقول لهم كلامكم صح مظبوط. وفي ناس تقول لي يا مستر احنا هنعملها كده 1 times 2 يديني 2 بلس 1 يديني 3. يعني الفراكشن ده عباره عن 3 over 2. هنعمل times ال 60 ونقول 2 divided 2 يديني 1. 60 divided 2 يديني 30. وبعد كده نعمل 3 times ال 30 يديني الكام؟ يديني ال 90. اقول لهم برضو انتوا كلامكم مظبوط. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا 90. يلا هنا 180 seconds فيهم كام minutes؟ نعمل division. 180 divided 60 الزيرو يروح مع الزيرو. 18 divided ال 6 يديني 3. يبقى هنا 3 minutes على طول. هنا 240 divided 60 الزيرو يروح مع الزيرو. 24 divided 6 يديني 4. يبقى هنا 4. يلا 300 seconds فيهم كام minutes؟ نعمل division على طول over 60. 300 divided 60 0 يروح مع 0. يبقى عندي 30 divided 6 سهله طبعا يديني 5. يبقى هنا 5 minutes. ال 1 hours فيهم كام seconds؟ ناخد بالنا ده هنا hour و seconds في ما بينهم حاجه، في ما بينهم المينتس. ما ينفعش نمشي على طول، لازم الاول اشوف ال 1 hour فيهم كام minutes. يبقى ال 1 hour عندي فيهم كام minutes؟ نعمل times 60 يديني 60 minutes. ناخد بعد كده بقى ال 60 دول نعمل لهم times 60 كمان عشان نوصلهم للسكندز. هيدونا كام؟ ننزل الزيروز 6 تايم 6 يديني 36. يبقى هي دي الانسر بالسكندز 3600. يلا اللي بعديها 2 اند ا كوارتر اوف المينتس فيهم كام سكندز؟ ممكن الناس يقولوا لي يا مستر ال 2 مينتس فيهم 120 سكندز والكوارتر فيه 15. هنحطهم على بعض يدونا 135. اقول لهم برافو عليكم اجابتكم مظبوطه. وفي ناس تقول لي يا مستر هنعملها كده، هنقول 2 تايمز 4 يديني 8 بلس 1 يديني 9. ونعمل 9 ديفايدد ال 4. حولنا الميكسد لامبروبر. وبعد كده نعمل تايمز ريليشن، الريليشن عندي 60. هنا 4 يديني 1. 60 ديفايدد 4 يديني 15. وبعد كده نعمل تايمز 9 تايمز ال 5 54. ادي 5 وهنكاري اب 4. 9 تايمز ال 1 از 9 و 4 يديني 3. طبعا الطريقه دي هي الصح، لكن دي الطريقه الاسهل. يعني الطريقه بتاعت الماثيماتكس المظبوطه احنا لازم نعمل كده بالظبط. يلا هنا ال1 داي في كام اورز؟ سهله جدا 24. طيب ال2 دايز فيهم كام اورز؟ نعمل لل2 تايمز 24. 2 تايمز 4 يديني 8 و2 تايمز 2 يديني 4. هنا هاف الداي في كام اورز؟ نعمل الهاف تايمز 24 يديني 12. وهنا كوارتر اوف داي في كام اورز؟ نعمل كده 1 اوفر 4 تايمز 24 اللي هو هيدينا 24 ديفايدد 4 اللي هو 6 اورز. يلا نشوف هنا 1 ثيرد اوف الداي في كام اورز؟ على طول نقول كده 1 ثيرد تايمز ال 24 اللي هي 24 ديفايدد 3 تدينا كام؟ تدينا 8. يبقى 8 اورز على طول. هنا 2 thirds of a day في كم hours؟ نعمل كده 2 over 3 times 24 لأن العلاقة ما بين ال day وال hours 24. يلا divided 3 يديني 1. 24 divided 3 يديني 8. يبقى عندي فوق هنا 2 وهنا 8 وتحت في 1s. يبقى كأنها بتيكوالز كام؟ 16 divided 1 اللي هي 16. يبقى دي يديني 16 hours. هنا 1 and a half day فيها كم hours؟ بتعمل بطريقتين. ممكن واحد يقول لي يا مستر ال1 ده يعني 24 hours والهاف يعني 12. نحطهم على بعض يديني 36. اقول له حلك مظبوط. في واحد تاني يقول لي يا مستر انا هعملها بالطريقه بتاعت الماثيماتكس الصح اللي هي ايه؟ الميكسد نمبر نحوله لامبروبر. يبقى 1 تايمز 2 يديني 2 بلس 1 يديني 3.
يبقى انا عندي هنا 3 ديفايدد 2 ونعمل تايمز الايه تايمز الريليشن ما بين الدي والاورز 24 2 ديفايدد 2 يديني 1 24 ديفايدد 2 يديني 12 بعد كده نقول 3 تايمز 12 يديني 36 يبقى هنا 36 اورز اللي بعد كده 2 اند هاف دايز فيهم كام اورز 2 تايمز 2 يديني 4 بلس 1 يديني 5 يبقى هنا 5 ديفايدد 2 نعمل تايمز كام ما بين الدايز والاورز 24 يبقى 2 ديفايدد 2 يديني 1 24 ديفايدد 2 يديني 12 يبقى 5 تايمز 12 ايكوال 60 اورز يبقى دول كده 60 ممكن حد يقول لي يا مستر انا ال 2 دايز دول هخليهم 48 والهاف الداي هخليه 12 وهعمل لهم سم يديني 60 يقول له بردك حلك مظبوط يلا هنا 2 تايمز 4 يديني 8 بلس 1 يديني 9 يبقى الفراكشن ده عباره عن 9 اوفر 4 هنا عندي دايز وهنا عندي اورز يبقى تايمز 24 4 ديفايدد 4 يديني 1 24 ديفايدد 4 يديني 6 9 تايمز 6 ايكوال 54 يبقى 54 اورز اللي بعديها 48 اورز فيهم كام دايز هنا بقى بناخد من الصغير للكبير يبقى لازم اعمل ديفيجن يبقى هنقول ال 48 ديفايدد 24 نعمل ايه؟ هما الاثنين موجودين في تيبل ايه؟ اللي شاطرين هيقولوا يا مستر موجودين في تيبل 12 صح يبقى لو عملنا 48 ديفايد 12 يديني 4 ولو عملنا 24 ديفايد 12 يديني 2 يظهر لي 4 ديفايد 2 يديني 2 يبقى حلت على طول طبعا في ناس حافظه هيقولوا يا مستر احنا حافظين ان ال 48 ايكوال 2 دايز على طول ماشي هنكتبها على طول طيب 36 hours فيهم كام دايز نعمل ديفيجن يبقى 36 divided 24 الاثنين موجودين في تيبل 12 36 divided 12 يديني 3 24 divided 12 يديني 2 3 over 2 تديني كام تديني 1 ويبقى عندي 1 over 2 يبقى 36 hours فيها 1 and 1 over 2 of days يلا اللي بعد كده 74 hours يلا divided على طول 24 الاثنين برضو موجودين في تيبل 12 12 تايمز 6 ب 72 يبقى ال 72 ديفايدد ال 12 يديني 6 وال 24 ديفايدد ال 12 يديني 2 6 ديفايدد 2 يديني 3 يبقى هنا 3 16 اورز فيهم كام دي ناخد بالنا بقى من دي الحاجات الحلوه بقى ممكن تبقى صعبه شويه برضو هنعمل ديفايدد 24 يبقى دي 16 ديفايدد 24 الاثنين موجودين في تيبل ايه تيبل 4 يبقى 16 ديفايدد 4 يديني 4 20 ديفايدد 4 يديني 6 لسه الاثنين موجودين في تيبل 2 يبقى نعمل ديفايدد 2 لازم اوصلها للسمبلست 4 4 ديفايدد 2 يديني 2 و6 ديفايدد 2 يديني كام يديني 3 يبقى ال 16 اورز عباره عن 2 ثيردز اوف الداي هنا 2 اوفر 3 اللي بعد كده 30 اورز عايزين نحولها لدايز من الصغير للكبير بنعمل ديفيجن ولما اجي اعمل ديفيجن بعد كده لازم اعمل سمبليفيكيشن ال 30 وال 24 الاثنين في تيبل 6 30 ديفايدد 6 يديني 5 24 ديفايدد 6 يديني 4 اللي هو هيديني ايه؟ اقرب حاجه في تيبل 4 لل 5 اللي هي 1 تايمز 4 يبقى يديني 1 ويبقى عندي 1 اوفر 4 يبقى هنا 1 اند 1 اوفر 4 يلا ال 1 داي فيه كام مينتس ينفع؟ ينفع اروح من الداي للمينتس على طول؟ ما ينفعش لازم اروح للاورز الاول وبعد ما اروح للاورز اروح للمينتس ال1 داي في 24 اورز ناخد بقى ال24 نعمل لهم تايمز ال60 يودوني للمينتس الزيرو ينزل 4 تايمز ال6 24 4 وهنكاري اب 2 2 تايمز ال6 ايكوال 12 ومعانا 2 يبقى 14 يبقى 1440 مينتس يلا اللي بعديها كوارتر اوف الداي في كام مينتس نفس الكلام ما ينفعش اشتغل ما بين الداي والمينتس على طول لازم احول الاورز هو كوارتر اوف الداي لما نوديه للاورز نعمل تايمز 24 يبقى في كام اورز 4 ديفايدد 4 يديني 1 24 ديفايدد 4 يديني 6 يبقى يديني 6 اورز يبقى اول حاجه عرفناها ان كوارتر اوف ا داي عباره عن 6 اورز يلا نحول بقى ال 6 اورز للمينتس يبقى نعمل لهم ايه تايمز ال 60 0 ينزل و 6 تايمز 6 ايكوال 36 يبقى هنا 360 اللي بعد كده 2 دايز اند 16 اورز
دي يونت مختلفه عن دي، مش هينفع نحطهم على بعض، لازم نحولهم زي بعض. ال 2 دايز فيهم كام اورز؟ فيهم 2 تايمز 24 اللي هم 48 اورز، نعمل لهم بلس 16 اورز يديني كام؟ 8 6 يديني 14، 4 وهنكاري اب 1، 4 بلس 1 يديني 5، وعندي 1 يديني 6، يبقى هنا اورز، يبقى ده 64 اورز. اللي بعد كده 3 دايز اند 8 اورز فيهم كام اورز؟ يلا نحول 3 دايز، نحولهم ازاي؟ 3 تايمز 24 يدينا كام؟ 3 تايمز 4 12، نحط ال 2 ونكاري اب 1، 3 تايمز 2 يديني 6 بلس 1 يديني 7، يبقى 3 دايز عباره عن 72، نعمل لهم بلس ال 8 اورز يدينا 80، يبقى 80 اورز. يلا اللي بعد كده ال 1 ويك عايزين نوديه الاورز، هل في علاقه ما بين الويك والاورز؟ لا، الويك ليه علاقه مع الداي، يبقى ننزل على اللي تحتيه، يبقى اقول كده ال 1 ويك جواه 7 دايز، وال 7 دايز نعمل لهم تايمز 24 علشان نحولهم بالاورز، 7 تايمز 4 28، 8 وهنكاري اب 2، 7 تايمز 2 14 بلس 2 16. يلا اللي بعد كده 3 اند هاف دايز فيهم كام اورز؟ 3 تايمز 2 6 بلس 1 7، يبقى 7 ديفايدد 2 تايمز كام؟ تايمز 24، 2 ديفايدد 2 يديني 24، ديفايدد 2 يديني 12، 7 تايمز 12 تبقى 84. يلا نشوف مجموعه من المسائل المهمه. هنا بيقول لي كومبليت، زي ما انتم شايفين الدرس كله تحويلات، 60 minutes and 167 hours فيهم كام دايز؟ ناخد بالنا بقى، ده هنا عندي minutes و hours وعايز احولهم لدايز. طب انا كنت بوصل للدايز عن طريق مين؟ عن طريق الاورز، يبقى لازم المينتس دول احولهم لمين؟ لاورز. انا عندي هنا كام؟ 60 minutes اللي هم مين؟ اللي هم 1 hour بلس مين؟ بلس 167، يدوني كام؟ يدوني 168. دول ايه؟ دول hours، عايزين نحولهم لدايز، بنعمل ايه؟ بنروح نعمل divided 24. يلا نكتب تيبل 24، ما نكتبوش بقى من الاول لان ده نمبر كبير، يعني مثلا نقول مثلا كده 24 تايمز الايه؟ تايمز ال 6، نقرب من ال 6. 4 تايمز 6 24، 4 وهنكاري اب 2. 6 تايمز 2 12 بلس 2 يديني 14. نطلع فوق شويه يبقى 24 تايمز ال 7. 4 تايمز 7 28، 8 وهنكاري اب 2. 2 تايمز 7 14 ومعانا 2 يبقى 60. يبقى فعلا 24 تايمز 7 هي اللي هتوصلني ل 168، يبقى لما نعمل ديفيجن لده ديفايدد ده يديني 7. يبقى الانسر عندي 7 دايز. اللي بعديها عندي مينتس واورز وعايزين نحولهم لدايز، برضه لازم المينتس الاول تتحول لاورز، ونحط الاورز على بعضيهم وبعد كده نشوف التحويله من الاورز للدايز. ال 720 minutes نحولها ازاي لاورز؟ نعمل divided 60، يبقى كده 720 divided 60، الزيرو يروح مع الزيرو، يبقى انا عندي هنا 72 divided 6 تديني كام؟ تديني 12. 12 ايه؟ 12 hours. يبقى انا عندي ال 720 دول عباره عن 12 hours، لما نيجي نحط عليهم 96 hours يدونا كام؟ 2 بلس 6 يديني 8، 1 بلس 9 يديني 10، يبقى 108 hours. عايزين نحولهم لدايز، نعمل ايه؟ نعمل لهم divided 24، يبقى نعمل كده 108 divided 24 equals، احنا من شويه كنا عاملين هنا كده تايمز ال 6 كان بيديني 144، ننزل تحت شويه نعمل تايمز ال 5، 24 تايمز ال 5، 4 تايمز 5 20 0 هنكاري اب 2، 2 تايمز 5 10 و 2 12، لا ده كبير، ننزل تحت شويه، يبقى هي اكيد 24 تايمز 4، 4 تايمز 4 16، 6 وهنكاري اب 1، 4 تايمز 2 ب 8 و 1 يديني 9. يبقى عندي اقرب حاجه في تيبل 24 لل 108 96، بوصل لها ازاي؟ عن طريق ال 4، يعني دي كده هتيكوالز معانا ايه؟ هتيكوالز معانا ال 4، ونشوف بقى يتبقى كام من ال 96 عشان نوصل 108، هنلاقي يتبقى 12 ديفايدد ال 24. لما نيجي نبص نلاقي ان ال 12 وال 24 مش في السمبلست فورم، ممكن نعمل لهم ديفايدد ايه؟ ديفايدد 12، يبقى فوق هيديني 1 وتحت هيديني ايه؟ هيديني 2، يبقى دي كده عباره عن 4 دايز اند هاف ا داي.
يلا اللي بعديها 5 days و 6 hours فيهم كام minutes؟ لازم احول كلهم لاورز عشان اوصل للمينت، لازم اوصل كله لاورز. ال 5 days نعمل لهم تايمز 24 الكلام ده بلس 6 hours هي ايكوالز معانا 5 تايمز 24 احنا عملناها ب 120 اهي، الكلام ده هيبقى بلس 6 تدينا كام؟ 126 hours. احنا لسه ما خلصناش، ده احنا دول كده جبناهم كلهم بالاورز كام؟ عايزين نوصلهم للمينتس، يبقى نعمل دول كلهم تايم 60. 126 تايمز 60 ايكوالز حط الزيرو 6 تايمز 6 36 6 وهنكاري اب 3 6 تايمز 2 12 ومعانا 3 يبقى 15 5 وهنكاري اب 1 6 تايمز 1 6 و 1 يديني 7 يبقى ده 7560. يلا اللي بعد كده 3 days and 180 minutes عايزين نجيبهم بالاورز، يبقى نخلي دول بالاورز اللي هم 3 times 24 plus 180 minutes فيهم كام hours؟ نعمل divided 60 اللي هي هت equals 3 times 4 12 2 هنكاري up 1 3 times 2 يديني 6 1 يديني 7 كلام ده بلس الزيرو راح مع الزيرو 18 divided 6 يديني 3 يبقى هيديني 75 hours. يلا اللي بعد كده 4 days 1800 seconds فيهم كام hours؟ الاول نحول ال 4 days لل hours، نعمل كده 4 times 24 يدينا كام؟ يدينا 96 يبقى دول كده 96 بلس عايزين بقى نحول السكندز للاورز، ينفع؟ ينفع نروح من السكند للاورز على طول ولا لازم نعدي على المينتس؟ لازم نعدي على المينتس. يبقى الاول نعمل لدول ديفايدد 60 يبقى كده 100 ديفايدد 60 ده يروح مع ده، يلا ديفايدد 6 18 ديفايدد 6 يديني 3 والزيرو ينزل، يعني معنى كده ان دول عباره عن 30 مينتس. طيب ال 30 مينتس فيهم كام اورز؟ فيهم هاف، يبقى لما نحطهم على بعض يديني 96 and half hours. يلا اللي بعد كده عندي hours و minutes عايزين نوصلهم لسكن، نحول دول لمينتس ونحطهم على بعض وبعد كده نحولهم كلهم مره واحده 1 and 2 over 3 hours. نعملها ازاي؟ يلا نحول الميكس للامبروبر 1 times 3 3 plus 2 يديني 5 divided 3 نعمل لها تايمز كام عشان نحولها لمينتس؟ تايمز 60 ونضيف عليهم ال 20 minutes دول اللي هو هي equals 3 divided 3 يديني 1 6 divided 3 يديني 20 5 times 20 يديني 100 حط على 120 يبقى 120 minutes. دول مين؟ دول الاثنين دول مع بعض عايزين نوصلهم لسكندز، يبقى لازم نعمل لدول times 60 يبقى 120 times 60 equals عندي 2 zeros ينزلوا وبعد كده 6 times 12 72 سكند صلاح يبقى 7200. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الليسون. معلش الليسون فيه تحويلات كتير بس احنا عملنا كده اصعب حاجه في الايه في الاكسرسايز كلها. انا عايزكم كل مساله حليناها مع بعض في الاكسرسايز تعرفوا اتحلت ازاي، ما ينفعش نحل واحنا مش عارفين بنحل ازاي، علشان الدرس ده مهم وتحويلاته مهمه. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله.